طيب نشوف هذا الهداء على قراه يا عبد الله الخماش. اقرا يا عمر. والله نظرنا شويه. روح 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 يا عبد الله. عبد الله قم 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 يا اخوي انت مرموش من اليوم بتقوم اصلا. واكثرها نفعا ولاني ارفع صوتك يا عبد الله. تعرف جميلك وتشريفك لي اهديتك سهما في وقف ايتام حائل التابع لجمعيه رفاق. صدق احسنك على الله ان تظن بها يوم القيامه من شبكه. الله يطول اعماركم ويكتب اجركم ويكثر خيركم. استاهل يا ابو خماش. والامانه انها اجمل اجمل هديه في ذمتي انها سعدتك. اي والله تستاهل والله. الله يطول اعمارك يا رب من الجميع. عمر اقرا هذه بعد. أقوم؟ مع الشمس ما مانيا إلى عمر ابن السيد. إن الوقف من أوسع أبواب الخير وأكثرها نفعاً ولأني أحبك واعترافاً بجميلك وتشريفك لي أهديك سهماً في وقف أيتام حائل التابع لجمعية رفاق. صدقة أحتسب على الله أن تستظل بظلها يوم القيامة من شبكة المجد. شكراً شكرا شكر عظيم الله لأعظم شبكة في على وجه التاريخ. شكرا بحجم السماء. هذا من محبتكم. هذا الوقف يعني اللي يشارك فيه ولو بريال بيدخل بنشاطات الجمعية بأجره. بمعنى الوقف هذا يدر على الجمعية المال اللي تخليها تشتغل بنشاطاتها المصرح لها وإلى آخره واللي هي أبرزها كفالة اليتيم. نعم يا سلام. يعني أنت اليوم تدفع وتشارك وتساهم بهذا الوقف زين ويكتمل بكره الوقف وترى الوقف مكمل مكمل فيني وفيك ولا بدوني وبدونك هو مكمل مكمل باذن الله زين. فلكن من الذهين اللي يلحق ويقول انا بشارك لو بشيء زين وادخل مع هالناس بالاجر الكبير ان شاء الله واللي ان شاء الله يحسب لنا فيها ان شاء الله كفاله الايتام. ويعني ما نبي نحدثكم عن كفاله الايتام وفضلها وفي هالايام الفضيله. صحيح احنا في ليالي فضيله صراحه في ايام فضيله والله يتقبل يا رب منا الله صالح امين. اللهم امين. نبي نسمع منك كلمه يا عمر قبل ما نختم. انا اقول واعيد واكرر الكلام قلته قبل شويه. اولا الرسول في معنى حديث اللهم صل وسلم عليه يقول انا وكافل اليتيم كهاتين. فتخيل يا اخي انت لو عشت اصلا مع الشرح تكون يا اخي كهاتين في كفاله يتيم والان في يدينا والحين بالجوال وانت جالس في ثواني تتبرع. اذا ما عندك مال يا أخي منشن انشر ساهم. لا تكون ترى الخير يجيك لكن من هو الشخص اللي يلقطه. الآن عندنا وحنا من هذا المكان نقول لكل اللي يتابعونا واللي يحبونا تصدقوا. وفيه آية والله ما تحضرني الآن لكن الله سبحانه وتعالى يقول فأصدق وأكن من الصالحين. من الصالحين يعني ما قال فالصلاة ما ذكر شو اسمه الحج. فأصدق الصدقة من عظمها. نعم. حنا نحث الناس من هذا المنبر العظيم إنهم يساهمون في هذا الوقف وعسى الله يكتب أجرنا وأجركم جميعا. الله يكتب أجركم. الله يشوف باب الصدقة كبير جدا وشيء الخسران اللي ما يساهم في هذه الأمور. والله إن هذا اللي أنا أشوفه خسران. بعدين ما شاء الله نفس وقف إيش اسمه وقف ايتام حائل. وقف ايتام حائل يعني الحين احنا جالسين مشاهدين معنا ومن جوالك وانت جالس. صحيح. لا تعب ولا اي شيء. لو بريال لو بعشرة ريال ألف ألفين ثلاثة آلاف مبلغ مفتوح لك. صحيح. والدال على الخير كفاعله. اذا ما كان عندك مبلغ او شيء نشرك له تراه تحسب في موازين حسناتك. فايام فضيله ولا يفوتكم هذا الاجر. لا تبخل على نفسك بحاجه بسيطه. نعم. ودعوه موقفة في السماء من باب ذنب أذنبته ولا شيء. والله صدقة يطيل عمر والسلامة تفتح أبواب كثيرة. فالله يكتب أجرنا وأجرهم. آمين. الله يجزاكم خير. والله أنا سعيد.